طيب، في سؤال كذا من مشاهد يقول: بالصدفة تابعت برنامج وليد الفراج في MBC FM، وللأسف وليد قاعد يسقط ويهمز ويزرع التعصب. مع هالتطور الكبير لرياضتنا يجب التخلص من هالإعلاميين الذين عاثوا برياضتنا واللي بيرجعوننا للخلف. عيب يا وليد، يا ليت تواكب هالمرحلة اللي واضح انك لا تليق لها. يا رجل متعب، خلاص احنا بنشطب يا باشا، خلاص يعني انت، احنا نلعب في الدقيقة 35 من الشوط الثاني، فلا عاد ينفع مدرب يعطيك خطة ولا، خلاص يا عم مشيها، يعني القرار لك. يعني اذا انت ترى ان انا ما واكب المرحلة، هذا رأيك واحترمه على فكرة، بس مش بالضرورة يكون صحيح، ومش بالضرورة انه يحظى بموافقة الجميع، بس هو رأيك ونحترمه. بس يا ريت لو كنت ذكرت بس ايش الشيء اللي منرفزك، يعني بس الا اذا كان عنوان البلاي واللي منرفزك، فانا عاد ما بيدي، هذه ما بيدي. نرجع